العداء التاريخي بين جماعتي صالح والحوثي أسفر عن 6 حروب، فهل نحن مقبلين أمام حرب سابعة؟ ولماذا يقابل كل ما تقدمه دولة الإمارات بجحود من بعض المتمردين والمزايدين على المأساة اليمنية؟ ما حقيقة الدور الذي يلعبه حزب الإصلاح الإخواني ولصالح من؟ وهل ما حققته قوات الشرعية وقوات التحالف العربي مرتبط بخروج قطر من التحالف؟ وفي فقرة سوالفكم وبمناسبة العام الدراسي الجديد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول: بداية العام الدراسي بداية حياة يقودها المعلمون ويصنعها الطلاب. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فرسان الإمارات، وبداية الحلقة مع ضيف الفرسان المحامي والقيادي اليمني يحيى غالب الشعيب. أهلا بكم. ماذا حققت قوات الشرعية وقوات التحالف العربي بعد خروج قطر من التحالف؟ وما حقيقة الدور الذي يلعبه حزب الإصلاح الإخواني ولصالح من؟ أرحب بكم وبضيف الفرسان الناشط السياسي والقيادي الجنوبي الأستاذ يحيى غالب الشعيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جانب من سيرة القيادي يحيى غالب الشعيبي في السطور التالية. أجدد الترحيب بكم أستاذ يحيى. ملف الأزمة اليمنية وصفته بأنه يدار بطريقة استخباراتية خارجية عميقة، هذا نشرته في مقال ذكر لك، ما الذي تقصده بهذا الوصف؟ أولا فرصة سعيدة تواجدنا معكم في على قناة الظفرة وفي هذا البرنامج المتميز فرسان الإمارات، وشكرا لك والمشاهدين الكرام. وبالمناسبة من خلال متابعتنا منذ انطلاق عاصفة الحزم، فنحن نعمل على بالاجتهاد لقراءة المشهد كما هو، واستنتج شخصيا ان هناك ان سر نجاح عاصفة الحزم في عنصرين هامين، هما عنصر المفاجأة وعنصر الغموض. فعنصر المفاجأة كان هو العنصر الحاسم وغير متوقع، لأن كلنا بالنسبة وأصدقك القول الحديث عن الأزمة والحديث عن عاصفة الحزم دون التعرق والمرور على أهمية عاصفة الحزم يفقدها أهميتها، ويفقدني أنا كمتحدث وكواحد من الذي أنا قلتها في عدة لقاءات وكتابات، أن انطلاق عاصفة الحزم بالنسبة لنا كان ميلاد جديد. نحن الذي عانينا من قهر هذا النظام، من عبثيته، مما تعرضت له الجنوب من قهر منذ 94، عاصفة الحزم بالنسبة لنا هي ميلاد جديد. عناصر النصر وعناصر قوة عاصفة الحزم في عناصر موضوعية وعناصر ذاتية كثيرة تحتاج إلى استرسال وشرح، لكن أنا أقصد في حديثي الذي أشرت إليه على أنه الأزمة يكتنفها الغموض ويكتنفها العمل الاستخباراتي. طبعا العمل الاستخباراتي أصبح الآن في العهد الحديث أصبح هو لفظ محبب، بعكس السابق، بعكس عمل الفكرة السلبية اللي كانت، أي الفكرة السلبية، فأصبح عمل المخابرات هو الآن يقوم بالدور الدبلوماسي والدور السياسي والدور اللوجستي والدور العسكري والدور ما فيها شيء الآن الموضوع هذا، بعكس ما كان أنه كان أصبحت العمل الاستخباراتي أصبح الآن موازي للعمل السياسي وموازي للعمل العسكري، موازي على يمكن هو سر النجاح أيضا في أغلب بالضبط المهام العسكرية. بالضبط، أنت يعني أكملت ما أريد الحديث فيه. فهذا أنا قصدي أن عنصر الغموض ليس لا يوجد غموض كأن المشهد غامض، ولكن الاتخاذ القرار بالسرية التامة وعلى درجات التكتم كان هو ولا سر النجاح. هذا نظام علي عبد الله صالح ونظام الميليشيات، ميليشيات الحوثي المدعوم منعية، نظام السياسة الإيرانية بشكل عام، إذا لم تكن لها الضربات المفاجئة فهي غير عادية لا يستهان فيها. الضربات المفاجئة هي التي ضربة المفاجئة عاصفة الحزم هي التي جعلت من الإنقلابيين أن يفقدوا سيطرتهم. كان لديهم، نحن كنا داخل عمق الحدث، كان لديهم تحليل للواقع صحيح،
أن الأرض من شمالها إلى جنوبها تحت قبضتهم وما هي إلا مسألة وقت، وكانوا على حق في هذا من خلال قراءة المعطيات. اليوم إحنا نتحدث عن الواقع، الواقع حاليا يقول أن هناك تقدم لقوات الشرعية وقوات التحالف العربي، والنصر الأخير اللي حدث أو التقدم اللي حدث على الأرض خاصة في 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 المخا، ما أهمية هذا التقدم بالنسبة للوضع الحالي في اليمن؟ التقدم بالمخا كان يفترض أن يتم بكرا. التقدم بالمخا هي مرحلة كسر العظم بالنسبة للميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح مع عسكر خالد ومنطقة المخا المطلة على باب المندب، هي أصلا عاصفة الحزم. والأمل قامت من أجل ماذا؟ قامت من أجل تأمين الممرات المائية وإيقاف المد الإيراني الفارسي، هي قامت من أجل هذا الهدف. أحد أهداف هذا أحد الآليات من حماية ميناء عدن بالبداية حماية الممرات المائية وصولا لباب المندب وصولا إلى المخا. هذه المعركة هي معركة مفصلية، رمزية معسكر خالد، رمزية منطقة المخا، رمزية الساحل الغربي بشكل عام بالنسبة لعلي عبد الله الصالح الذي هو تربى وترعرع في عجرفته وفي غطرسته وفي شيطنته السياسية والعسكرية في هذا المربع، أفقدتها تماما السيطرة وجعلت الحوثيين وعلي عبد الله الصالح يعيدوا حساباتهم أكثر من مرة. لكن لديهم ميزة، ميزة أخرى لا يظهروا هذا الشيء، هم يظهروا بإعلام البهرجة، إعلام الكذب، إعلام انتصارات، صواريخ تخترق. هذا الإعلام هل لا زال هناك من يصدقه؟ لا، اللي هم لا يريدوا أحد يصدقهم، إنما يريدوا يخاطبوا جمهورهم. أنا قصدي في جمهورهم هل هناك من يصدق؟ هذه السياسة، هي متوارثة، لو تقرأ التاريخ هي متوارثة من أيام الأئمة، من أيام الإمام الذي يعيد إنتاجه الحوثي اليوم تحت يافطة مشروع الولاية، مشروع الذي حضر لها اليوم والذي كانت يوم أمس تاريخ 10 سبتمبر يوم ما يسميه يوم الغدير، ويحضر لها تاريخ 21 سبتمبر. بالمناسبة لك اللي يسرقنا الوقت، 21 سبتمبر سيكون يوم مفصلي في صنعاء الذي دعا له الحوثي بخطابه الأخير أنه يريد 21 سبتمبر. ما هو 21 سبتمبر؟ يوم اقتحام صنعاء، يوم اقتحام صنعاء عام 2014. هذا الخطاب الإعلامي متوارث، يمارسه بالتجهيل، يمارسه بالسياسة الصرخة، بسياسة تغليف العقول. يا عزيزي أنا أعطيك بدل الحديث أعطيك أنا من الواقع، من عدن، عندما دخلوا واجتاحوا عدن وجدناهم بعيننا، كنا نحن موجودين داخل المقاومة داخل الله، وجدناهم من لديه مفتاح الجنة معلق في صدره، من لديه الحروز الشعوذة، من لديه الأمور أنت ما تصدقها. كيف 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 استنفروا الناس في الجنوب؟ الجنوب بيئة رافضة لهذه السياسة، الجنوب هناك في وعي سياسي. عندما دخل هذا الميليشيات دخلت عدن، أنا في خور مكسر، أعطيك تاريخ 1 أبريل 2015 استطاعوا دخول خور مكسر، كان مع صلاة العصر، قام مؤذن صلاة العصر في الحي السكني أذن الإذان العادي، يقوم مقتحم من ميليشيات الحوثي يمسك الميكروفون ويأذن ويؤدي الصرخة ويؤدي الشعارات الحوثية وحي على خير العمل. من ذيك الساعة الناس، أنا أقول لك لم تخاف المدافع، وأصدقك القول وأنا مسؤول عن كلامك، لم نخاف الرصاص، لم نخاف المدافع، إنما خفنا من هذا النهج، خفنا من هذا التفكير الذي يقتحم منبر الجامع بعد أن قام الخطيب الصلاة ويقوم وهو عدو لا يعرف حتى عدن وخارطتها. هذا الفكر التدميري على المنطقة بشكل عام إذا تم السماح له ستدخل المنطقة في نفق مظلم. بالتأكيد أن تدخل عاصفة الحزم قد أنقذ اليمن من مستنقع كبير ربما كان تذهب إليه، وخاصة المستنقع الإيراني. هناك بعض الأطراف التي دخلت وحاولت التأثير على نجاح عملية عاصفة الحزم وبالتحديد قطر. البعض يتحدث عن أن النجاحات التي حصلت الآن على أرض الواقع وبالتحديد في المخا وغيرها ظهرت للعلن بعد انسحاب قطر أو بعد طرد قطر من التحالف العربي، تفسيرك لهذا الموضوع؟ الموضوع نحن كمتابعين، ولعلمك أنه العدو أحيانا يخدمك، نحن شخصيا في الجنوب العدو علي عبد الله صالح وحزب الإصلاح بالذات خدمونا من خلال القهر الذي مارسوا علينا، فخلقوا فينا روح الصحوة، روح الحدث، روح التتبع الموضوع. فبالنسبة لقطر لم يكن مفاجئ ما تعمله،
قطر مرتبطة بعلي عبد الله صالح، ومرتبطة بالشمال بشكل عام، مرتبطة بحزب الإصلاح، مرتبطة بالثلاثي، هذا منذ وقت مبكر. قطر مرتبطة بهذا المشروع منذ قمة سرت في ليبيا في 2010 مع علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح تعهد القطر بأن لن تكون حرب سابعة في قمة سرت بينه وبين الحوثيين. بينه وبين الحوثيين. زيارة أمير قطر الأسبق إلى صنعاء لمدة 5 ساعات في يوليو 2010 لعلي عبد الله صالح، والذي أعطاه الدعم والذي أعطاه كذا كذا، وتعهد وكان عرب المشروع السياسي هو الإرياني وزير الخارجية. أبحثوا عن اتفاقية الدوحة. ماذا تنص اتفاقية الدوحة بين علي عبد الله صالح والحوثيين بإشراف قطر؟ تنص اتفاقية الدوحة بأن صنعاء، بأن صعدة هي منطقة حكم ذاتي للحوثيين، وموجود وموثق الموضوع هذا بموافقة علي عبد الله، موافقة علي وتوقيعه وتوقيع عبد الكريم الإرياني. وتعهد علي عبد الله صالح وقال وأنا أذكر لليوم أن لن تكون حرب سابعة بعد اليوم. فتدخل قطر بهذا الموضوع ليس جديد وليس مفاجئ. مفاجئ قد يكون لأنها طعنت الدول شقائها في التحالف من الخلف لأنها واتضح، أما نحن هي طعنتنا من وقت مبكر في الجنوب. لعلمك دعني أسترسل بالحديث، أرجع إلى أزمة 94، إلى حرب 94، إلى كتاب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. أنا لا أجيب كلام من عندي، بإمكانك تطلع عليه كباحث. ماذا قال عند لقائه بالوالد المرحوم الشيخ زايد رحمه الله؟ قال ذهبت للشيخ زايد أثناء حرب 94 ووجدته غاضبا ومتزمجرا ولم أكن أتوقع، وشرحت له أن علي سالم البيض والجنوبيين أعلنوا الانفصال وأنهم شيوعيين، وقال لي شيوعية ما في شيوعية توجد ولا يمكن تفرض الوحدة بالقوة، وهذا في الكتاب في صفحة 265. الشيخ زايد رحمه الله قال لا يمكن عليكم فرض الوحدة بالقوة. بعد الشيخ زايد وزير الخارجية الإماراتي إلى مؤتمر إبها قمه مجلس التعاون الخليجي لوزراء الخارجية العرب، خرج مؤتمر وزراء الخارجية العرب الخليجي عفوا مؤتمر وزراء الخارجية التعاون مجلس الخليجي في إبها في يونيو 94 والحرب مستمرة، بفقرة أنه لا يجوز فرض الوحدة بالقوة. صادقت عليها كل دول مجلس التعاون ما عدا قطر. قطر اعترضت وسجلت اعتراضها وانسحبت وسجلت موقف ضد الجنوب مبكر. هذا الموضوع قطر هي اللي شجعت الإرهاب، هي اللي شجعت الإرهاب، لا يعني الإرهاب الذي القاعدة وداعش، هي نفس الفكر، هو نفس التطرف الجاهل المتخلف حوثي الإصلاح، هي نفس قطر هي وراء كل الأزمات الموجودة بالمنطقة. في الأزمة القطرية الآن الحالية هي فقط كشفت اللي كان مخبى على الذي لا يعرف. يا عزيزي القائمة التي أوردتها دول مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر الاسم هذا حمد بن فطيس. من هو هذا حمد بن فطيس العقيد القطري الذي أحرق العزيزية في ليبيا والذي قام بالدور في الحدود الجنوبية السعودية؟ واضح. واللي هو الذي من هي القوات القطرية اللي انسحبها؟ القوات القطرية اللي انسحبها، نقول انسحبها من قوات التحالف، هي قوة إرهابية يا أخي، هي قوة. جريمة 4 سبتمبر نحن لن ننساها، في الذي خانوا دول جيش الإمارات والسعودية والبحرين في مارب، نحن متابعين كل شيء. عزيزي الموضوع القطري كان هو وراء عرقلة كل ما تم بعد انسحاب قطر من لاحظ كيف كان الطريق الساحل الغربي سالكة وكيف تمت التقدم. دور حزب الإصلاح الإخواني في موضوع قطر خاصة، طبعا حزب الإصلاح الإخواني في اليمن هو ذراع الأيمن لقطر، وهو اليد الطولة لها، وهو المدعوم سياسيا ولوجستيا أمنيا إعلاميا عسكريا كل الجمعيات الخيرية. دعنا بالواقع أن نربط الأمور بالواقع، الدول المقاطعة التي أصدرت بأربع ثلاث جمعيات أو أربع جمعيات مولة الإرهاب، جمعية الحكم وجمعية من هي هذه الجمعيات؟ جمعيات يمنية تبع حزب الإصلاح مدعومة من قطر. يعني أصبح دور حزب الإصلاح واضح وضوح الشمس. الموضوع بعد نجاح عاصفة الحزب في تحرير عدن والمقاومة الجنوبية وتحرير المناطق، دخلنا في معركة مكافحة الإرهاب وفي معركة حرب الخدمات. معركة مكافحة الإرهاب جندت قطر حزب الإصلاح، وأنا لا أقول هذا الكلام، أني أتكلم في قناة فضائية وأنا مسؤول عن كلامي، جندت ما استطاعت من تجنيده للعناصر الإرهابية، ومن ضمنها أقول لك أنا بالدليل أنه جريمة تفجير معسكر جنود معسكر عباس في صلاح الدين في عدن في أغسطس 2016
عشية لقاء ولد الشيخ اسماعيل ولد الشيخ بالرئيس هادي في الرياض. من هو اللي نفذ العملية؟ اقرأ. ومن هو؟ عضو في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد ناشطيها وكيف انضم وكيف موضوع طويل 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 بهذا الموضوع. بس حزب الإصلاح متورط بدون أي نقاش في الموضوع، قطر متورطة في مجال الإرهاب، تم محاولة خيانة دول التحالف وبالذات الإمارات العربية المتحدة في عدن وفي المناطق المحررة وفي حضرموت وفي لاحق وفي الضالع وفي كل مكان، ولكن استبسال قوات الإمارات وتضحياتها أنهار من الدم تقدمها. ونقول إن هذه الدماء التي تسال اليوم وتراق إن هذه لن تكون من أجل لحظة مزاج أو لحظة شيء، هذه هي من أجل تثبيت أمن واستقرار المنطقة، والتي يشهد التاريخ أن الإمارات العربية المتحدة كان لها دور فاعل، وإن جيل الشباب وجيل أولاد زايد دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. أنت كشخص عايش في عدن وحضرت من عدن من فترة بسيطة، تشوف الأوضاع اللي صايرة في عدن والاستقرار اللي ينعم فيه الشعب اليمني، كيف توصف لنا دور قوات التحالف العربي والتحديد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات للشعب في عدن؟ الموضوع هذا سؤال مهم وحديث يكون أهم حوله. الموضوع أنا شخصيا ومن مثلي من زملائنا ورفاقنا في الحراك الجنوبي وفي عدن وبالمناطق الجنوب لا ننظر للمساعدات إنها مساعدات، فمن قدم لك دم أبنائه لو يقدم كنوز الدنيا كلها لن توازي شيء من قطرة دم من يقدم لك دم أبنائه. أنا شاهد بنفسي يا أخي شهيد الكعبي. من هو شهيد الكعبي؟ الذي قاد معركة تحرير خور مكسر، وكتيبة الكعبي مسمى باسمه حتى اليوم عبد العزيز الكعبي، الذي قام بتدريبهم في أحد الجزر، جنوبيون كلهم لليوم هذا، صوروا في منازلهم في يافع في أبين في حضرموت في كل شيء. هذا المدرب القائد هو أول شهيد إماراتي سقط. فمن قدم لنا بالنسبة لنا نحن هذا، من قدم الدم، من قدم التضحية، من قدم السلاح، من قدم الشيء، الأمور الأخرى كلها تهون. ناس في الجنوب شعب عزيز، وفي اليمن بشكل عام أنا أقول لك صدق ما عنده هذا المذلة والأهانة، أنه شيء يشعر بكرامة. أنت هناك قوة ونخوة. أقول صراحة دخل علي عبد الله الصالح والحوثيين دخلوا بيوتنا نهبوها كسروها دمرونا فقدوا أبنائنا، من لو عدلك الشهادة كم من اللي من عرفهم اللي من أهلنا تأتي الإمارات ونشوف ضباط الإمارات عندما دخلوا في رمضان إلى عدن، موقف مشهد. أنا شخصيا قد يقول البعض أني مبالغ، لكن أنا أعبر عن مشاعري. أنا واحد من الذي جيت من سجون تحت الأرض علي عبد الله الصالح، وكنت أشعر أن انتصار علي عبد الله صالح والحوثيين والإصلاح مرة أخرى أنها نهاية حياتنا صراحة. لكن استبسال المقاومة الجنوبية وشجاعة أبناء الجنوب ودمائهم واستبسالهم هي الحاضن الشعبي وراء النصر. يذكرنا لسؤال لماذا لم تنتصر قوات التحالف في تعزم بكر إلى الآن وفي إبو وفي مناطق؟ لا يوجد حاضن شعبي، لا يوجد حاضن شعبي. لماذا؟ لأن الحاضن الشعبي هو تبع حزب الإصلاح ولا تبع المؤتمر ولا تبع الحوثيين، ولكن الإصلاح ماسك الحياد وماسك موقف الخيانة وماسك منتظر نفس الطويل نفس الأخوان المسلمين لما بعد العاصفة أين سيكون موقعه. فلهذا عوامل النصر، عناصر النصر أنا أسميها، كان متوازية بين قوة الإمارات عسكريا وقوة الحراك الجنوبي وشعب الجنوب والمقاومة الجنوبي واستبسالها. في ظل المشهد الراهن في اليمن، البعض يتحدث عن الانفصال والبعض يتحدث عن هناك رؤية مستقبلية لوجود اتحاد، ما هي رؤيتك أنت كقيادي جنوبي في هذه الموضوع؟ هذا سؤال مهم بالنسبة لنا، ورأيي أنا هو رأي عامة شعب الجنوب منذ 94 وإعلان فك الارتباط ومنذ نسميها المشروع القانوني والسياسي لاستعادة دولة الجنوب. شعب الجنوب حسم خياره في استعادة دولته، وحسم خياره في أثبت وجوده كشريك حقيقي وفاعل إيجابي في عاصفة الحزم وفي مكافحة الإرهاب. قضية الجنوب اليوم أصبحت تتحدث عنها كل الأوساط السياسية، من سفراء من لا نجد حرج كما كان من قبل. عاصفة الحزم ساعدتنا كثير بكثير بكثير بكثير، ليس أنها وقفت مع الجنوب، إنما أظهرت واقع كان مغيب
عمل علي عبد الله صالح والانقلابيين وحزب الاصلاح على تغييب قضيه الجنوب. اما الحل الحقيقي لقضيه الجنوب فهو باستعاده دوله الجنوب وتشكيل المجلس الانتقالي الذي جاب رئاسه اللواء ادريس الزبيدي. بيانه واضح واعلان عدن التاريخي واضح وادبياته واضحه واستراتيجيته واهدافه واضحه تمثل في استعاده دوله الجنوب وشراكته مع دول التحالف ومكافحه الارهاب. انا اعتقد ان الامور هي افضل وثقتنا بعدالة القضية وبالله سبحانه وتعالى وأشقائنا في دول التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي أن الآن في تفاهم كبير لقضية الجنوب. الناشط السياسي والقيادي الجنوبي يحيى غالب الشعيبي، شاكرين لك على هذه المعلومات اللي أثريتنا فيها، وإن شاء الله راح نكمل هذا الحوار في الجزء الثاني وبشكل خاص حول الملفات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن. شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر والتقدير للمحامي والقيادي اليمني يحيى غالب الشعيبي، على أن نواصل حوارنا معه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وبداية الفقرة كما تعودنا أعزائي المشاهدين مع أخوي حسن. شكرا أخوي طارق. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عددا من المدارس في إمارة دبي بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وشحذ عزيمة الطلبة والمدرسين. وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي في شبكة تويتر: بداية العام الدراسي هو بداية حياة مجتمعية جديدة نشطة، حياة يقودها المعلمون ويصنعها الطلاب وتعطي طاقة إيجابية لكل المجتمع. وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة أبوية لأبنائه الطلبة تحثهم على العلم والتميز والإبداع. وفي تغريدة على حساب سموه نقرأ: محمد بن زايد، أبناء الطلبة تزودوا بالعلم وواظبوا على القراءة واكتساب المعرفة، وليكن التفوق والتميز والإبداع شعار مسيرتكم نحو المستقبل. ربط سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حفظه الله رفض الحضارة بالثقافة والفن بتهذيب النفس وتعزيز التسامح، وحين تجتمع الثقافة والفن في متحف اللوفر بأبو ظبي نقطع خطوة متقدمة نحو مسيرة التنمية. وجاء في تدوينه على حساب سموه يقول فيها: الثقافة رافد من روافد الحضارة، والفن جوهري لتهذيب النفس وتعزيز التسامح. لوفر أبو ظبي الذي يفتتح قريبا معلم كبير وخطوة متقدمة على طريق التنمية. وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عودة الإعلام القطري للعمل ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعودة الساذجة. وقال معاليه في تغريدة على شبكة تويتر: المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية عبر استقصادنا. الطرح مؤسف لأنه لن ينجح ولأنه يتجاهل أساس المشكلة. دعا معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم بمناسبة بدء العام الدراسي وبدء تطبيق منهج التربية الأخلاقية، دعا الجميع إلى الالتزام بأخلاق عيال زايد. وفي تغريدة على حساب معاليه نقرأ: بمناسبة بدء تطبيق منهج التربية الأخلاقية في جميع مدارس الدولة، فأدعو الجميع إلى العمل على الالتزام بأخلاق عيال زايد بسلوكنا أينما كنا. والآن إلى جولة الفرسان لهذا الأسبوع فلنتابع معا. الماراثون هذا خيري وكل الناس تتفاعل حق عمل الخير، والخير مش غريب على الإماراتيين وعيال زايد. نعلن عن الماراثون في مصر منطقة جديدة الحين تبدأ اللجنة الفنية اللي هو اجتماعاتها اللي هي خطوة بخطوة مع أشقائنا في مصر، مع سفارة دولة الإمارات بمصر، مع المستشفى في مصر الأورمان، وهذه تفاصيل دائما بنعرضها للإعلام خطوة بخطوة لين ما نوصل نقطة النجاح لماراثون زايد الخيري في تاريخ 6/1 بإذن الله. واختيار الماراثون بتوجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن يكون السنة هذه في الأقصر في الرسالة الإنسانية الجديدة اللي شفتوها خلال العرض اللي صار أو الإعلان للانطلاقة بوجود مستشفى في منطقة نائية في الأقصر بعيدة عن العاصمة أو مركز الدولة بما يقارب 1000 كيلومتر، ترى هذا مش شيء بسيط، يعني أنك أنت تتجه إلى ذوي الدخل المحدود حق أن تساهم في عملية تخفيف الأعباء اللي ممكن هم يتكبدونها، واللي كانت في بعض الأحيان تخلي بعض المرضى السرطان ما يقدر يروح يتعالج فبالتالي يستسلم للمرض. الماراثون لما يدعم مستشفى شفاء الأورمان بيتيح لها إمكانيات وموارد جديدة عشان تتوسع وتبني المستشفى الجديد اللي احنا عايزين نبنيه. المستشفى الحالي يعني احنا واصلين ماكسيم كاباسيتي ومحتاجين، شايفين طلب متزايد على الخدمة. انت مش متخيل انه احنا اصبحنا المكان الوحيد اللي بهذه الجودة اللي يوفر هذه الخدمة بالمجان، احنا مفيش فلوس خالص. فطبعا انت متخيل الاقبال شكله ايه، فطبعا الماراثون بيساعدنا على ده. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة المقبلة. نشوفكم على خير، مع السلامة. في أمان الله، إلى اللقاء.